يعني في نقاط مركزة القمة، مبادرة سعودية تبين أهمية المملكة في الوقت الحاضر كحجر زاوية ضمن الاستقرار العالمي. الأمر الآخر ملامح ومعالم اقتصاد العالم كله تأثر وسيتأثر بشكل كبير جدا في الفترات القادمة من جراء ما حدث وما يزال يحدث. الأمر الثالث، هذه المبادرة من المملكة بوصفها قائد مجموعة العشرين في هذا التوقيت تبين أمر غاية في الأهمية، وهو أن طرح القضايا المصيرية يبدأ من الذات. المملكة، وكما أشرت في بعض الكتابات، دعوة لاستنقاذ العالم من وحدة كورونا. لن تستطيع دولة بمفردها أن تنتشل نفسها من المصير المنتظر اقتصاديا، كما تفضل خادم الحرمين الملك سلمان في حديثه بالأمس، هذه جائحة إنسانية. الآن المملكة تقود العالم، تقود مجموعة العشرين، تضع الأيادي جنبا إلى جنب في محاولة لاستشراف ما بعد هذه الجائحة.